شال الولد لو ما شاله، شال الولد لو ما شاله، شفتون ابوي يحمل ولده لو ما شفتون. الحسين شال علي الاكبر، وكل ما رفع جانب سقط جانب، يقول له ولدي حيرتني ولدي بيك. ايش سوى الحسين؟ انتزع الرداء الذي عليه، مده عن الارض، ورفع علي الاكبر، وظل يرفع اوسان علي الاكبر ويجمعها على الرداء. الله اكبر. يا سعد الله قلبك يا حسين، اتحملت تحمل الولد. يقول حميد بن مسلم: رايت الحسين حاملا الولد على صدره، لكن يمشي قليل يريد يجلس على التراب. مولاي ترى ابو علي احتاج حاجه، مولاي ها احتاج حاجه. انا ما اريد اقول لهم ما تنهى. يقول: تقرب الحسين الى المخيم، اتخرب ابو علي للمخيم، لكن انهدت قوى الحسين. ايش سوى؟ نادى يا اهل الخيم: ياكم علي ما غابت الاصوات. اريدك تساعد الحسين ترفعها. يا اهل الخيم جاكم عليكم، يا اهل الخيم جاكم عليكم، يا اهل الخيم جاكم عليكم. لان عندي خبر: يا اهل الخيم جاكم عليكم. اقول لا يرجع قلب ليله لو تفتنونها. يا اهل الخيم ان شاء الله يشوفكم مجودين الولد الزفونه، ولا يوجعكم ان شاء الله قلبكم بولد لا تشوفوا ولا ما عرسها. مو مثل الحسين، انت تقول تعال شوفوا ضميت الولد ابارك اليه. الحسين يقول له: ما جلت، ما قدرت ابارك لعلي الاكبر. ويا للخيم جاكم علي القضية. اكتفيتم بالمجلس ولا اجيب لكم ايش سوى الامام؟ اجيب لكم بقول لك مولاي، ما اريد اكسر قلبك انا. جاب الولد الحسين ودخل داخل وامتد ويا الولد. جلس وامتد ويا الولد الحسين داخل الخيمة. اجت ليلى تريد تدخل داخل وتسأل وين الحسين، تقول إلى زينب: وين الحسين؟ قالت لها: داخل الخيمة مو موجود. دخلت وخرجت ليلى تقول: الحسين مو موجود، وين راح؟ الله لا يفجعك بغالي ولا يفجعك بولدها. دخلت واذا بالحسن قاعد يتمرغ على الولد، كان يوضع الولد على صدره وستار الله ينكبه على الولد ويمشي على الميت عليه. الام دخلت وجلست على رجل علي الاكبر، ما تريد تلمسه لان تشوف الجراحات كلها. تنادي: يا ابني يا ابني سهرت عيني وعفت من ضرباك، يا ابني يا ابني سهرت عيني وعفت
عنهم برباك ولا غمضت عيني ولا ساعة علي ولا ذي علي يقوى إذا الزينب تريد ترفع علينا فصاحت روحني Thank you.